هذا المؤتمر الذي تحدث فيه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس لجنة المرشدين والمرشدات لحج عام 2018 يتعلق بتقديم دروس دينية حول شروط وواجبات الحج لصالح هؤلاء النسوة اللائي ترشحن لحج هذا العام، بحيث تمحورت الدروس حول كيفية أداء هذه الفريضة التي يجب على المسلم أداؤها لمرة واحدة إن كانت لديه إمكانية مالية وبدنية. لذلك فقد أشار المؤتمر عبد الدائم عبد الله عثمان بأنه يجب على الحاج بأن يتحلى بالسلوك الحميدة قبل وأثناء وبعد الحج، ذلك استنادا على الشروط والواجبات المتعلقة بأداء هذه الفريضة. هذا ومن جانب آخر، فقد دعا رئيس لجنة المرشدين والمرشدات عبد الدائم عبد الله عثمان كل المترشحين لحج هذا العام وغير المترشحين أيضا إلى حضور هذه الدروس التي ستبدأ السبت 30 يونيو بقاعة المؤتمرات بجامع الملك فيصل.